امبارح كمان كان في مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بتدشين المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا أن الدولة المصرية أصبح عندها نقدر نقول كده بنية تحتية طبية قادرة على استقبال السياحة الصحية والعلاجية من كافة دول العالم. كلنا بنسعى ان احنا مصر تدخل هذا القطاع المهم، اولا قطاع السياحة، وثانيا مصر بما تملكه من قدرات سواء طبية او استشفائية او استرخائية او كل مقومات السياحة الطبية، لان كل واحد بيتعالج، هو الحقيقة بيتعالج بمكونات مختلفة، منها جزء علاجي، منها جزء جراحي، ومنها جزء استشفائي. فإن شاء الله إحنا بنسعى إن مصر توضع على هذه الخريطة العلاجية والصحية، بحيث مش بس تدر دخل قوي لمصر، ولكن أيضا تجذب مجموعات كبيرة من المليارات التي تذهب للعلاج في كل أنحاء العالم. ليه ما يكونش عندنا جزء كبير من هذا ونحن قادرون على هذا؟ هذا الموضوع ما يخصش جهة معينة، هو موضوع دولة تحت رعاية السيد الرئيس. كل الوزارات وكل الهيئات وكل المحافظات، سواء مؤسسات حكومية أو جهوية تبع جهات مختلفة أو محافظات أو جهات قطاع خاص أو قطاع مجتمع أهلي، لابد أن يساهم تماما في هذا. إيه اللي ناقصنا؟ اللي ناقصنا إن إحنا نجتمع نشتغل كفريق واحد ورا قائد بنؤمن بيه وهننفذ إرادته. بإذن الله هيبقى عندنا سياحة علاجية الفترة الجاية، واخترنا لها أحسن الأماكن واخترنا لها أحسن العناصر. وعلى فكرة أمر سيادته إن إحنا نتصل بالمكاتب الخارجية اللي لهم خبرة في هذا المجال. احنا متصلين، احنا نجيب ناس، عندنا ناس من انجلترا قاعدين دلوقتي، عندنا ناس من المجر، عندنا الكلام ده. بقى في النهائي بقى هتبص تلاقي ناس موجودة معانا، في ناس هتبني معانا بروتوكولات، الكلام هيوصل وهيطلع بيه توصيات وهيروح للسيادة الرئيس ويخرج بيه قرارات هتلتزم بيها كل الوزارات.